كريم كريم، نتيجة المسحة الطبية دي المسحة الأخيرة للمباراة بتاعة الاتحاد الأفريقي، نتيجتها ظهرت ولا لسه؟ نتيجتها سلبية يا أستاذ إبراهيم. الحمد لله يمكن ظهرت النتيجة كلها للبعثة بالكامل، هي دي المسحة الأولى ويمكن دي الأهم بالنسبة لنا حتى هذه اللحظة اللي هي انطلاقة المباراة. فالحمد لله اطمننا بشكل عام على كل فريق النادي الأهلي والبعثة بالكامل أن المسحة سلبية الحمد لله. مغادرة أفشة للتمرين كانت للراحة ولا كان عنده أي شكاوي في البداية؟ يعني اقدر اقول ان هو ما قدرش الا بس في اخر 10 دقائق يا استاذ ابراهيم، يعني يمكن الراجل خاض التدريب بالكامل، خاض التقسيمه بالكامل وكان ظاهر بشكل جيد جدا، لكن يعني شعوره بدوخه بسيطه جدا. محمد مجدي قفشه خرج في اخر 10 دقائق من التدريب، ما كانتش مؤثره عليه، التدريب اصلا كمان انتهى ببعض ركلات الجزاء. طبعا كعاده بيتسو موسيماني في كل مران بيحاول ان هو يكون في اختيار لبعض اللاعبين، لكن انا باكد لك على جاهزيه محمد مجدي قفشه ان شاء الله يكون في تدريب الغد بكل قوه بكل جاهزيه، ويوم السبت ان شاء الله يكون صانع الفارق قعدته مع فريق النادي الاهلي. درجة الحرارة عندك عاملة ازاي؟ ده سؤال مهم جدا يا استاذ ابراهيم، يعني عايز اقول لك اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي درجه الحراره بتصل الى 10 درجات، في بروده شويه في الجو صباحا كمان، وميعاد المباراه بالتحديد النهارده 3 عصرا كان يمكن اقول لك الجو فيه لسعه برد شويه وفي شمس، لكن جو كروي رائع ومميز جدا. يمكن لعيبه النادي الاهلي كعادتها طبعا لما بتكون في اي مباريات الافريقيه الرطوبه بتاثر بشكل كبير الجو والحراره درجه الشمس، لكن الحمد لله يمكن دي اشاره بقى بنتمناها ان شاء الله يكون من ربنا سبحانه وتعالى، يكون الاشاره دي مهمه تنعكس على لعبتنا ان شاء الله بالشخصيه وبالجديه وبروح النادي الاهلي ان شاء الله نقدر نتخطى هذه الخطوه. استاذ ابراهيم باشمهندس عادل.